السلام عليكم. انا ولد هذه المنطقه، هذه ولد الدرب سعدان نيت. بغيت اخويا ندوي على هذه الفاجعه هذه، راه بزاف، راه شي حاجه تمشي، حاجه راه ما لهاش المعنى وما لهاش، ما عندهاش تفسير بمعنى الكلمه، راه ما عندهاش تفسير. هذه هاد الناس هادو انا كنعرفهم مده 12 عام وانا معاشر معاهم. هذيك 12 عام ما كنشوفش فيها ما احسن. هذوك الناس مدسرهم مهم بزاف، ومدسره بالاخص هو. انا ما غندويش على خوه الاخر، خوه مسكين اونديكابي بلا مريض، هو راه فرع بواحد الطريقه ما كتصورش. تصور بانه كيدير الزبايل ديال الدنيا ما ليهمش المعنى وكتخرجوا. انا بغيت ندوي واحد الكلمه غنقولها دابا، معقوله من هذا المنبر هذا غنقولها؟ معقوله؟ بغينا نعرفوا واش عندنا حنا المخزن في البلاد ولا ما عندناش؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا. حنا المخزن ما عندناش، نكونوا واقعيين ما عندناش. ومن المخزن السلطات باش غتحكم على واحد الانسان ما عندناش. والله يقلب على، نشوفوا حنا مثال، ضربوا مثال مصريين، الى واحد دار زبلار كيشدوا امه تيجي، وتشدوا باه تيجي. حنا هادشي ما عندناش، هادشي راه ما عندناش. والقانون حنا عندنا راه ما نورمال، راه ما قانون، ما هو ماشي شي قانون اللي هو قانون، خلوه هما اللي كيحمي المواطن، ما كيحميش المواطن. كونوا واقعيين، قانون راه خاصنا قانون اللي يكون يطبق. بحال مثال كمثال كاع السعوديه، الدول العربيه راه عندهم قانون، حنا ما عندناش قانون، ما كيخوش لنا شي قانون. بحال الدري دابا هو هربان، مضيع الدريه في شرافها، بنت 8 سنين واش ماشي تستطيع؟ راه تستطيع. وبنته بدات الدريه، سقت لها الخبار الشهر هادي، شهر مشيت انا وراجلي، عيطات علينا المراه قالت لنا سيروا فكوها راه باها كيضربها. مشيت انا وراجلي كندقوا ما حلوش لنا الباب، كاين هو وخو سكرانين. نقزنا من الحيط، حل لي راجلي الباب، دخلنا لقينا السيد عريان مغطي غا بليزار. سولنا الدريه قلنا لها واش كيضربك؟ قالت لا ما كيضربنيش. خليت راجلي كيهضر معاه، جرتني الدريه من يدي وخرجتني برا. قالت لي انا مزوقه في كحنان لما خليني نهرب. قلت لها بغيت نعرف علاش بغيت تهربي، واش كيضربك؟ قالت لي لا ما كيضربنيش، كيمارس عليا، كيدير ليا وكيدير ليا. خرجنا الدريه هربناها، جات جداها، عاودوا لها الجيران، قالت لي مسكتو غتصيفطوا ولدي للحبس، راه خايفه منه حيت كيضربها، بغات تلبق لي هذا المشكل. شهر وهي اليوم غدا غندي الدريه الخيريه، اليوم غدا غندير الخيريه، حتى ثلاث ايام هذه باش هربت عندنا. السيد مارس عليها كيلو طبق، عندنا فازق حوايجها باقي عندنا فازقين. زينا حنا دينا للدارك، دينا للدارك، داو الطب الشرعي، داو الاطباء اختصاصيين، لقاو الدريه في حاله لا يرثى لها، خرجوا لها الدواء، خرجوا لها كل شيء. دابا المخزن كيقلب عليه، هو هربان، مو اللي مهربه، ماشي هو اللي هربان الراس، مو اليومين هذا كتحلف علينا حنا اللي وقفنا مع الدريه بانها تدي لنا ولادنا، بانها تحرش علينا الشمكاره، يخسرونا من وجهنا على قبل ولده باش ما يمشيش للحبس. وهذا الشيء راه منكر، حنا هذا الشيء ما كنشوفوش في البلاد عندنا، عمرنا ما عشناه، هذا الشيء ما كنعيشوش، حتى عشناه مع الدريه. حنا الاولى والاخرى بغينا حق الدريه يبان، حنا ما باغيين والو، حنا الدريه ما كتجينا ما من عائلتنا ما والو، عجارتنا، ولكن بغينا الحق ديالها يبان. ولا كان المغرب باقي فيه الاسلام غياخذ حق الدريه. كيتشد عليا من هنا من القدام، وكيخشي ليا ديالو كله في ديالي، وكيمص ليا هنا، ونكساك يقول ليا كيمص ليا كيف مصيت لك، كيمص ليا هنا ونكساك يقول ليا كيمص ليا، وكيخشي ليا ديالو في ديالي. وميما كتشدني وكتعطيني نشقه وكتضربني وما كتخلينيش نخرج كاع نلعب، وكتضربني دائما وكتعطيني نحك الماعن وكتعطيني نشقه وكتعطيني نجفف وكتعطيني ندير اي حاجه. انا ماما ملي كنت عندي 4 سنين باقا صغيره وهي تهرب، كان بابا كيضربها وكان كيتعدى عليها وصافي عيات وهي تهرب. انا هاد الراجل سمعته كيضرب في بنته، انا يسحب ليا كان كيضرب في فرجه، ومشيت طليت وشتو قاجها كيدير لها بيبيها وتيختي لها بيبي فمها وتيقزها فين تيقزها كتقول ليه لا بابا عافاك، وهو كيقول لها لا لا غادي ندير لك، وهي كيقزها بزز منها وهي ما باغاش، كتطلبو كتقول ليه لا بابا عافاك، هو كيقزها حتى كتخنق باش كتبدا تبكي وكتخنق ما كتخرجش دري تنفس، كتقول ليه صافي يا بابا صافي، تيقزها وتيضربها. انا هاد السيده اللي كنشوفها
كاين عندها اسرار اخرى خاصها طالع بها الدوله فهمني. وهذا الولد ديالها ما عمره ما تشد، تحرقوا طوموبيلات وحرق نعني نوافيد شعل فيها العافيه يعني يعني هاد السيده كاين من موراها شي حاجه. اولا مره خاصها هاد السيده هي بعدا كتعاقب لانها كتستر، والام ديالها الام ديالها هي اللي لاحتها حتى هي خاصها تجي. وغادي نشوفوا هاد الابن بعدا كاين واش وهاد البنت واش بنته ولا ماشي بنته اللي داير لها هاد الحاله. وهذاك الاخ ديالها راه غادي يبقى حتى هو في الضياع، حتى هو خاصو يمشي، انا خاصهم حتى هما يتكفلوا به، انه هو غادي يبقى هنايا في الضياع. حنا هاد السيده من نهار اللي سكنت في هاد المنطقه وهما بعدا ما كنعرفش شكون هو اللي من موراها، واش هاد السيده كتعطي فلوس ولا شنو يعني اي حاجه قالوها فيها الناس الا كاينه. جا جي ما كنتش جيت في العشيه، قالت لي بنتي ماما راه مالكها وقع لها وقع ليها، راني شفتها عيطت على خالتي بديعه عيطت على السي محمد وحنان، مشاو نقزوا الحيط جبدوا الدريه، الناس مشاو قالوها ليها جداها، جداها هرباتها، جداها هرباتها عند شي ناس سيمانه عاد اش ردات الدريه فهمتي. دابا حنا تنطالبوا بحقوق هاد الدريه تبان، لان هادشي منكر. الا كان فينا شي عرق ديال الاسلام بغينا هاد الدريه حقها ما يضيعش. هما طاغين بالفلوس، حنا طاغين بالقانون وبالله سبحانه وتعالى ومحمد السادس يبين حق هاد الدريه، ما بغيناش تضيع. حيت هادشي بزاف وتلقاو تهديدات من عندهم. حتى حنا بغينا السلطات ويحميونا منهم. حنا لا اله الا الله ومحمد رسول الله ومحمد السادس.